اليوم انا فهمت اليوم باينة لي زعيم اللي راهو يجيني في اتحاد عنابة، راهم ما يطاكيوش في اتحاد عنابة لانه من يجي واحد اخر غير زعيم كيما العام اللي فات تكون اموال ربما 14 15 مليار في شهرين. اذا انا الان انا كنت ناظر مع الشيخ من شويه اللي استقال رسميا، عادل كذلك راه مستقيل رسميا، وانا كذلك استقيل رسميا. راح نقعد غدا ان شاء الله، هاني هضرت مع لاماتير ان شاء الله راح نقعد معاهم نمد لهم الحسابات تاعهم اللي خلاهم ونعطيهم الفريق، يعني نعطيه العزيز عدوان نسلمه له، وانا ان شاء الله ربما ننطلق الى العاصمه ونعيطوا لي الفريق. الله غالب انا حاجه واحده نقول انصار سامحوني، يعني نقول لهم سامحوني، نقول طوني هذا كذلك اللي حضني وقال لي الفريق امان على بكيت النهار هذاك، ربي يرحمه ان شاء الله ونعمه في الجنه، يعني كنا ونروحوا الناسيونال نهار اللي طلعنا نلقاوه.